السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بإذن الله أول ما نبدأ كلامنا كده نصلي ونسلم على النبي الهدى سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بنتأسف لحضراتكم عن التأخر في تنزيل الفيديوهات، اللي طبعا كنا بنشطف في المحل وكان عندنا بعض الظروف، وإن شاء الله نبتدي نستمر مع بعضنا إن شاء الله. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ حضراتكم كده، طبعا أنا كنا اتكلمنا في آخر محاضرة في العناصر الإلكترونية عن أنواع الريجوليتور، اتكلمنا على الريجوليتور اللي هو 7805 او اللي هو 78 وفي 79. 78 ده اللي هو بيخرج معايا جهد موجب او بيقلل معايا الجهد بيخرجه لجهد موجب، يعني بيخصه مثلا 12 فولت موجب او 20 فولت او 24 فولت، بيخرجهم معايا 5 فولت او 8 فولت على حسب ايه القيمه اللي موجوده على الريجوليتور معايا. فانا الريجوليتور اللي معايا ده 78 0 كام؟ 05 زي ما انتم شايفين حضراتكم، 78 05. 78 ده هيخرج معايا جهد موجب او بمعنى اصح استخدمه في تخفيض الجهد الموجب. 05 يعني ده هيخرج معايا 5 فولت، يعني هياخد 20 فولت او 25 فولت يخرج معايا 5 فولت، يعني اقل حاجه يقدر ياخدها عشان يخرج لي 5 فولت 7 فولت 7 8 9 معاك لحد 25 فولت او حاجه، اقل حاجه 7 فولت. ما ينفعش طبعا انا معايا ريجوليتور مثلا انا عايز 5 فولت وهدخل له جهد 5 فولت عشان يخرج لي 5 فولت، فيبقى كده الريجوليتور وظيفته ملهاش لازمه. فطبيعه الحال ان انا لازم الجهد اللي يبقى معايا زايد علشان انا عايز اخفضه، عايز منه جهد اقل، فبستخدم ريجوليتور زي كده. مثلا الريجوليتور معايا 7805 هيخرج معايا جهد 5 فولت. طب انا هستخدمه ليه دلوقتي؟ انا هستخدمه معايا عشان الفلاشه دي دايره فلاش معايا، طبعا دي بيبقى المفروض راكب فيها ريجوليتور 7805 زي كده في الصب معايا، لكن القطع دي جالي زي ما هي كده، الزبون او العميل عايز هيعمل لها يعني عايز يشغلها ويوصلها. فطبعا انا وصلت ال 12 فولت اخدتها من المحول معايا ده، وصلت هنا ال 12 فولت الاي سي اللي هي المتردده، طبعا هنا دخلت تحولت معايا لتيار دي سي بعد انطرت الديودات اللي معايا دي او الموحدات اللي معايا دي والمكثفات، تحول الجهد معايا لدي سي. طبعا الجهد اللي معايا ده عالي يعني اعلى من 12 فولت. فطبعا حضراتكم دايره الفلاش اللي معايا دي هنا دي بتشتغل على 5 فولت، فانا طبعا علشان اوصلها دلوقتي لو وصلت لها 12 فولت هتتلف معايا. لو جينا انا حضراتكم القينا نظره كده على داخل السوكل بتاع الفلاش، زي ما انتم شايفين حضراتكم هنا اهو مديني 5 فولت ارضي و5 فولت زي ما انتم شايفين حضراتكم، جي ان دي 5 فولت. فالمفروض دخل الفلاش هنا 5 فولت، لان طبعا انتم حضراتكم عارفين ان اليو اس بي بيشتغل كله على 5 فولت، فلازم نوصل 5 فولت. فهنخفض ال 12 اللي هنا هنخفضها هنا 5 فولت ونديها لدايره الفلاش معايا. نشوف مع حضراتكم ازاي. طبعا الريجوليتور بيبقى معايا بالشكل ده، عندي هنا ده يبقى ارضي، ده الدخل، ده الخارج، ده ارضي مشترك، ده الدخل يعني ده ال 12 فولت او ال 20 فولت اللي هتدخل او ال 7 فولت اللي هتدخل، وهنا يبقى الخارج بتاع اللي هو 5 فولت. طبعا الريجوليتور ده زي ما قلنا لحضراتكم 78 0 5 في 78 0 8 و 78 0 12 و 78 طبعا الجهود دي كلها موجوده عندنا، يعني ممكن نخفض 78 0 5 خفض لي 5 فولت، 78 0 8 خفض لي 8 فولت، 78 0 6 خفض لي 6 فولت، 78 0 12 بيخفض لي ال 12 فولت مثلا لو عندك جهد 25 ولا حاجه. نيجي لحضراتكم كده اول حاجه هنعملها هنبدا نوصل معانا الريجوليتور. نبدا حضراتكم كده ابدا بالتوصيل اول مع اول حاجه معايا. ده الارض حضراتكم، نبدا حضراتكم كده نكمل التوصيل معانا. ده جهد الدخل حضراتكم،
هنا معايا السلك التانية دي خارج معايا، ده الخمسة فولت المفروض ده خارج الريجوليتور اللي هي الوظيفة الأساسية اللي هي مخصص لها الريجوليتور، انه يطلع جهد مخفض علشان يشغل معايا قطعة معينة او جهاز معين او دايرة معينة. زي ما انتم شايفين حضراتكم كده، كده وصلنا الثلاث اطراف. ممكن نعمل اختبار برضو ونضع لحضراتكم طريقة عمل الريجوليتور. الباور سبلاي حضراتكم عندي على 14 فولت اهو. هبدا كده اخد الزائد والناقص بتاعه وابدا اوصله معاه في الريجوليتور واشوف الريجوليتور شغال معاه كويس او مش شغال. زي ما نشوف مع حضراتكم دلوقتي قلنا ده جهد الدخل معايا، ده 14 فولت او 20 او 25. وادي هنا قصدي، نبدا مع حضراتكم كده بيس نشوف الجهد اللي معانا مع حضراتكم كده نفحص الجهد معانا. طبعا احنا هنشوف دلوقتي جهد الدخل، جهد الدخل معايا كام فولت. زي ما انتم شايفين حضراتكم جهد الدخل معايا 14 فولت. جهد الخارج معايا كام بقى؟ بس حضراتكم جهد الخارج معايا 5 فولت. يبقى وظيفة الريجوليتور معايا زي ما انتم شايفين حضراتكم بتاخد معايا جهد اعلى ويتقسم لي الجهد يتخفضوه لي لجهد اقل. زي ما انتم شايفين حضراتكم دي 14 فولت معايا، خرجت معايا 5 فولت. نيجي لحضراتكم بقى للوظيفه اللي احنا هنستخدمه فيها. طبعا انا معايا هنا الدايره دي، دي دايره الفلاش معايا. هفصل كده الباور سبلاي بتاعي مش محتاجه. هبدا اوصل بقى الدايره بتاعتي. طبعا انا معايا هنا في الريجوليتور. نبدا حضراتكم كده نقيس الجهد اللي موجود معايا على المكثفات اللي موجوده معايا في الدايره دي. زي ما انتم شايفين حضراتكم الجهد اللي موجود معايا 12 فولت، ده اللي هيغذي معايا الريجوليتور ده. هنبدا كده حضراتكم على الارضي والزائد على المكثف ناخد ارضي مع الارضي. زي ما انتم شايفين حضراتكم كده افصل الكهرباء الاول من الباور، ارضي مع الارض زي ما شفت حضراتكم كده، والزائد معايا مع الزائد ل 12 فولت. خد بالك علشان ما تحطش الخارج مكان الدخل، ده الخارج اهو ده الدخل، فخد بالك من النقطه دي. هوضح لحضراتكم دلوقتي تقسيمه الريجوليتور ده برده تاني مع حضراتكم علشان برده تبقوا عارفينه بيشتغل ازاي. وربما محدش شاهد الفيديو اللي احنا كنا شارحين فيه العناصر الالكترونيه للريجوليتور. وان شاء الله باذن الله لو حبيت تشوف فيديو الريجوليتور ان شاء الله او انواع الريجوليتور وشرحه في العناصر الالكترونيه، ارجع للفيديوهات القديمه هتلاقي عندنا فيديو هنا في الايقونات اللي هتظهر فوق دلوقتي في الوصف، وتظهر فوق الفيديو هتضغط عليها هتوديك للفيديو اللي يخص الريجوليتور معايا والعناصر الالكترونيه. طبعا حضراتكم كده ده جهد الدخل معايا 12 فولت، وجهد الخارج معايا هيروح للفلاشه معايا يعني هو 5 فولت. زي ما انتم شايفين حضراتكم هنا معايا موجود معايا جي ان دي، وهنا مكتوب 5 فولت اهو. 5 فولت دي اللي هي بتغذي الفلاشه معايا او دايره الفلاش معايا. نبدا اوصلها طبعا المفروض في ارض عمومي بيعدي من البورده كلها، فانا اوصل الزائد فرد الزائد بس ونقيس الارض يشوف واصل او مش واصل. يعني انا كده الزائد واصل معايا وفي ارض عمومي المفروض هيعدي من البورده من هنا لهنا. يعني انا لو جيت على المكثف الكبير ده كده واظبط الاف على الوضع البزر ونشوف هنا في ارض اللي مفيش، في ارض هنا اهو، وانا الفرد الارض دي واصله في الارض ايه الفردة التانية. فانا كده اخدت فردة واحدة بس اللي هي 5 فولت زائد، والارض كده كده واصل عمومي مع البوردة دي.
طبعا حضراتكم في حاجه، الريجوليتور ده لازم يبقى راكب فيه تبريد زي اللي انتم شايفين حضراتكم ده، لانه بيسخن، انا بخفض الجهد فبيسخن. نبدا كده حضراتكم نوصل نشوف ده ليش. نعم نشوف الجهد اللي عليها كام فولت، هو ده اهم حاجه. احنا الجهد اللي خرج لنا 5 فولت. ده الدي سي. نيجي كده نقيس. زي ما انتم شايفين حضراتكم 5 فولت خرجت معايا. هي جايه سالب لان انا عكس الاقطاب. 5 فولت اهي معايا. دي خرجت معايا الفلاشه. كده ده التعويض ده علشان يشغل معايا دايره الفلاش في حاله لو دايره الفلاش دي بتشتغل على 5 فولت. في بعض الدوائر بتيجي يبقى فيها ريجوليتور راكب جاهز موجود هنا بيحول من 12 ل 5 فولت على طول، بتوصل انت ال 12 هنا. وبعض الدوائر اللي زي دي ما فيهاش ريجوليتور بيبقى ريجوليتور طبع اس ام دي بيبقى موجود في البطن. فكده حضراتكم انا كده يعني وصلت الدايره، لكن الدايره مش منوره، فهنوصل السماعه كده ونشوف ربما يكون في مشكله فيها تاني. لكن ده مش يعني ده مش موضوع الفيديو بتاعنا. موضوع الفيديو بتاعنا ازاي نستخدم الريجوليتور في تخفيض الجهد زي ما وريناه لحضراتكم ووضحناه لحضراتكم دلوقتي. ومخطط الريجوليتور هيبقى بالشكل ده حضراتكم عشان برضه يبقى عندكم فكره عنه. حضراتكم تقسيمه الريجوليتور بالشكل ده كده، معايا الريجوليتور اهو. عندنا طبعا الريجوليتور اللي هو الموجه بال 78 0، ممكن تلاقي 5 78 0 6 78 0 8 78 0 12 وانت نازل وانت طالع كده. في بقى اللي هو 79 0 5 ده طبعا ده سالب، فده ما مش هنستخدمه كتير، هو اللي بنستخدم النوعيه دي اللي بنستخدمها كتير معانا. فهنيجي حضراتكم كده، ده هياخد لي جهد موجب من هنا، يخرج لي نفس الجهد موجب لكن بجهد اقل على حسب الجهد اللي هيخرج من الريجوليتور. لو الريجوليتور 78 0 5 هياخد اي فولت معاك من 25 فولت مثلا، هيخرج لي 5 فولت. وهنا طبعا ده الارضي جي ان دي، هنا برضو الارضي معايا، يبقى انا كده خدت 12 فولت من هنا، خرجت لي 5 فولت من الجنب التاني. دي تقسيمه الريجوليتور، يبقى ده الدخل، ده انبوت، وده اوت بوت. زي ما شفت حضراتكم وضحنا لحضراتكم دي تقسيمه الريجوليتور اللي هو اللي انتوا شفتوه حضراتكم. في الريجوليتور الاس اللي هو الصغير الاس ام دي، ده طبعا بيختلف التوصيل بتاعته. دي هنا بتبقى رجل الدخل، وهنا ارضي، واللي في النص دي الخارج. ده الريجوليتور اللي هو الصغير الاس ام دي اللي بيبقى موجود معانا في الشاشات عشان تبقوا عارفينه حضراتكم. فاحنا دلوقتي ده مش موضوعنا دلوقتي. نيجي نشوف بقيه الدايره اللي معانا دي زي ما انتم شايفين حضراتكم. وانا كده نبدا نجرب كده ونشوف الدايره ديت الفلاش اشتغلت معايا. هي الليد اللي مش منور فقط لا غير. دي فلاشه بلوتوث بتشغل اي جهاز بلوتوث انتم شايفينها قدام حضراتكم دي. طبعا كده حضراتكم احنا الفيديو يعني الهدف منه اللي كنا حابين نوصله لحضراتكم وصلناه، هو طريقه استعمال الريجوليتور في تخفيض الجهد. طبعا ده بينطبق على اي ريجوليتور تقدر تستخدمه في تخفيض الجهد معاك. زي ما انتم شايفين حضراتكم كده استخدمناه بتبريد. طبعا هنبدا نثبته في اي مكان بقى، لكن مش هنثبته هنا في الارض، ده ثبته في اي مكان بعيد عن الارض دي، عن التبريد اللي موجود معايا في البوارات دي. وبكده حضراتكم هيكون الفيديو بتاعنا النهارده خلص مع حضراتكم. واي حد عنده تعليق او استفسار يتركه اسفل الفيديو. ونختم كلامنا زي ما تعودنا مع حضراتكم بالصلاه والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين والملا الاعلى الى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انتظرونا في فيديو جديد لتكمله العناصر الالكترونيه ان شاء الله.